شوف هذا الماي جاي يطلع منها يعني صادي فوق وينزل باور. هذا الماي بعده جاي يصعد وخالص. السلام عليكم اعزائي المتابعين، اليوم رجعنا لكم حلقه جديده. حلقتنا هي في محافظه بغداد العاصمه، وجينا اليوم ينقبر السيد ابو خمره. طبعا القبر تنزل له جوه داخل السداب، والقبر يعوم على الماء. هسه احنا نزعنا وراح ننزل داخل القبر ونراويكم الماء اللي داخل ما داخل القبر، والقبر عايم على الماء. زائر المتابعين، مثل ما تشوفون القبر موجود داخل السداب، والماء او المياه الجوفيه اللي طالعه تغطي المحراب اللي موجود داخل هذا السداب، وهو السيد الامام الشيخ محمد ابن الدويش سليمان ابو الخمره الرفاعي. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة إلى روح الشيخ أبو خمرة تسبقها صلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. السيد أبو خمرة، السيد له كرامات عديدة تتوافد عليه الزوار من مختلف المحافظات العراقية ومحافظة بغداد العاصمة، يأخذون من ماء هذا اللي ينبع على مدار القبر، ويستخدم هذا الماء للعلاج من كافة الأمراض الجلدية سواء الأكزيما والحساسية والجرب وباقي الأمراض اللي تطلع على جسم الإنسان. هذا المكان يعني كان السيد يستخدم هذا المكان للخلوة للتعبد في حياته، وأصبح هو مرقده الأخير بعد وفاته. مثل ما حكينا لكم عن قصة السيد أبو خمرة، فنحن راح نحكيها بالعامية. إجا خطار والسوق يصير بعيد عليه ويحتاج إلى خمرة حتى يوفرون الخبز إلى الضيوف، ويقول إجا السيد فلما وضع إيده على العجين فاختمر بدون أن يجيب خمرة، والعجين اللي موجود كفى الى الخطار والعائله وكفى الى المنطقه باكملها، لذلك سمي السيد ابو خمره. اعزائي المتابعين، حلقتنا لهذا اليوم من مرحلة ابو خمره في محافظه بغداد. طبعا هو موجود في باب الشرجي. القبر موجود داخل سداب، والمياه تحيط داير مداير القبر مثل ما تشوفون دخلنا، والزيارة تكون الطواف مرتين حول هذا القبر. الماء بارد كلش مجرد. طبعا من شروط الزيارة اللي يجي يزور أبو خمرة لازم يطوف دائرة مدائر القبر مرتين، مثل ما راح أراويكم في الزيارة الشمس. يعني هاي الخصوص مال الزيارة اللي نسويها من يوم إلى زيارة الشيخ أبو خمرة. هي الدوران حول القبر مرتين، طبعا هاي المياه تصير لانهم هذول يسحبونها وما تعرف المصدر هاي المياه اللي وين جاي تطلع، هل هي مثلا سوء الهي
هو شايف انه متحمل او انه المكان يعني ناصي او صاير جوا الارض لانه سداد فتطلع لي الاجنام الجوفيه بعد ان هذا ما نعرف هذا السر ما نعرفه. أعزائي المتابعين حلقتنا لهذا اليوم من مرقد أبو خمرة اللي موجود في محافظة بغداد وفي التحديد في منطقة باب الشرجي. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد من الفيديوهات وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.